ثلاثه واحده بشيلين وواحده باربعه قروش. لا هسه بنشتريها مساء الخير، رجعنا لكم من جديد بعد غياب اسبوعين نتيجة الحلقة الماضية صار فيها شوية دربكات، فعشان هيك رغم اني المرة هاي درجة حرارتي وصل 40 ومقشعر وما عارف ايش، الا اني اصريت اني اطلع بالحلقة لأهمية الحلقة وأهمية ضيفي الكبير، عشان هيك استنونا بعد شوي فاصل وراجعين. مصلح الطراونة المحامي الذي صرخ أول أمس الآن أعطي الثقة للدكتور عمر الرزاز، كان لا يمنح الثقة، هو الذي فجر قضية مطيع في الرأي أمام الرأي العام تحت القبة. مصلح الطراونة كما يقول بأنه تعرضت حياته للتهديد وأنه كان يعيش على قلق، ولكن نستضيفه اليوم لنتكلم عن أجواء القاء القبض على عون بطيع صاحب قضية التبغ الشهيرة، وأيضا عن قانون العفو العام، من يحق له أن يستفيد من هذا العفو ومن لم يستطيع أن يستفيد، وأيضا لقضايا أخرى. رحبوا معي بالنائب الجميل مصلح الطراونة. أنا بدي بصراحة الآن شو نفسيتك بعد ما جابوا عون مطيع؟ والله الحمد لله أنا مرتاح مثل أي واحد أردني آخر، لأنه في الأخير يعني تكلمنا في قضية فساد وبدأت إجراءاتها بطريقة قانونية وما تخبت ولا تلفلفت ولا تلملمت يعني. مثل أي واحد. طب ما أنت اللي مفجرها المفروض أنت لا تشتغل. لا يا سيدي، في ناس في ناس في ناس في ناس أشرف مني وأنظف مني كثير اشتغلوا ما شاء الله. لا للأمان اشتغلوا على هذه القضية في فترة سابقة في مواقع مختلفة في الدولة الأردنية، لكن لم تتح لهم الفرصة أن يثيروا هذه القضية أمام الرأي العام، وأنا أثرتها بما لدي من سلطة رقابية بناء على معلومات أعطيت مني من ناس وطنيين في مواقع مختلفة، وعلى هذا الأساس بنيت على هذه المعلومات وقدمتها وأثرتها تحت القبة، وأنا واثق تماما بكل المعلومات اللي كانت أمامي. طيب منين جبت المعلومات أنت؟ المعلومات ما في، ما عاد إشي مخبى موجود أمام هي. أنت فاجأتنا كيف لا لا طبعا لا ما فيش مخبى، لأنه أنا بقول بكل صراحة للشعب الأردني، يعني هذه المعلومات التي كانت أمامي، أنا نائب وأيضا أنا محامي ولدي العديد من العلاقات، وبالتالي كل الناس أصحاب المصالح والمتضررين من هذه السوق السوداء زودوني في مجموعة، وأنا قلت في أول لقاء لي مجموعة من المستثمرين الأردنيين، مجموعة من الزملاء المحامين، مجموعة من رجالات أو المؤسسات الرسمية اللي بيشتغلوا في مؤسسات رسمية مختلفة في الدولة، أعطوني كل هذه الخيوط وزودوني في هذه المعلومات، وأنا احتفظت بأسمائهم سرا ما أعلنتها للناس، لكن موجود لدى هيئة مكافحة الفساد وموجود لدى بواسل محكمة أمن الدولة. امبارح طلع علينا الدكتور حيدر الزبن، انت بتعرفه، وهو صديقك، وهو صديق وفي حكى انه اول من اشتغل في هذه القضيه هو. نعم. لكن كان جنديا. نعم. مجهولا. نعم. نعم. يعني انت اخذت منه المعلومات ولا ما كان؟ لا جزء مهم كان من المعلومات من صديقي الدكتور حيدر الزبن، والدكتور حيدر الزبن لديه العديد من الملفات بالاضافه الى هذا الملف، بعتقد سيتم نبشه في الوقت المناسب، فأكيد الدكتور حيدر مصدر مهم من المعلومات وشخص موثوق، وأنا يعني شهدت له أكثر من موقف رجولي وبطولي ضحى في حياته من أجل الأردن بكل صراحة وبكل وضوح. يعني كنت خايف أيام المطيع مش موجود والقضية، كنت خايف عن جد، يعني تلقيت تهديد حقيقي؟ شوف أنا تلقيت، بس أنا ما القاموس الخوف مش في قاموسي ولا قاموس أبوي ولا قاموس جدي، هذا واحد. اثنين أنا نظيف، يعني هاي شليلي، أنا بقول قدام الأردنيين هاي شليلي، ما في شيء أخذته مقابل هذه القضية، أنا الحمد لله رب العالمين، وقيل لي بالحرف الواحد، أنت لو أنك استغليت هذا الظرف راح تأخذ لك مليون دينار بس تسكر ثمك، بس أنا مش من الناس اللي بدنا نحكي فيها بعد شوية، لأنه أنت وجهك الاتهام أيضا يعني من بعض. لا يا سيدي بالعكس، أنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين، يعني ورقة بيضاء مكتوب
وأنا أعلنت في أكثر من مناسبة أنا عندي استعداد، أنا مقدم وأنا الآن عمان تلفزيونكم وطالب من هيئة مكافحة الفساد بفتح اللي هو الذمة المالية، شهر الذمة المالية كل اللي أنا قدمته لها، وإذا ودهم بكرة بقدم كل حسابات البنكية طبعا داخل الأردن، أنا خارج الأردن ما عندي حسابات بنكية وما أملكه الحمد لله رب العالمين. أنا ما بدي أدعيك الفقرة، الحمد لله مبسوط، ما لا يقل عن نصف حياتي عشته في الغربة، واللي جبته في عرق جبيني، ما ارتشيت ولا سرقت ولا بعت وطن في مصاري ولا بعت وطنيات وما إلى ذلك. كتاب أنا كتاب مفتوح يعني ما وبالتالي الزلم ابن الزلمة، خلينا نسولف عاد يوم أنك بتحكي في الزلم ابن الزلمة يطلع عند التلفزيون يقول أنت يا مصلحة الطراونة استفدت من هذه القضية، أنت أخذت كذا، أنت أنا عندي شركة دخان أنا عندي شركة يعني. نعم أنا عندي شركة دخان، عندي شركتين، شركة اسمها شركة أم حماط لإنتاج السجائر زين، هذه في منطقة أم حماط، والشركة الثانية اسمها المرايش، والكركية بيعرفوا هذه المناطق، وشركائي في هذه الشركة كل الفقراني، محمود الشمايلة، المجالي كلهم هذول شركاء معي في شركة في شركات الدخان هذه، وأنا بدفع ضريبة أبدا يعني موجود يعني. يعني هم قالوا في أول القصة لما أنت أثرت تحت القبة قالوا أصلا مصلحة مصلح من إدارة المسألة، لأنه أصلا كأنه كان محامي فيليب بورس محامي وراحت منه وأعطوها لواحد ثاني، عشان هيك قال هم لا وريك ولا لفضحك ولا من أمن هالقصص. سيدي الحمد لله رب العالمين، احنا في الاردن عندنا الاف من المحامين وهم بيعرفوا هذه الحقيقه. انا رقم النقابي 77 49، نقيب المحامين كثير اكيد بشاهدنا وانا بفوضه على التلفزيون ان يكشف للمواطنين الاردنيين ما هي الشركات اللي مسجله على اسمي كمصلحه الطراونه، هل انا وكيل لها ولا ما انا وكيل لها، او عمري في حياتي قبل اثاره هذه القضيه ان كنت وكيلا لاي شركه من شركات الدخان. مع العلم لو كنت وكيلا لاي شركه بتدفع ضرائب وبتدفع رسوم وبتدفع جمارك ليس عيبا، هذه وظيفتي وهذه مهنتي، لكن انا من باب عدم تضارب المصالح لا يمكن ان استغل وظيفتي كنائب لخدمه قضيه محاماه، هذا الكلام ما بزبط. وانا بقولها وهي في مشاهدين بجوز بيشوفوني على التلفزيون، في ناس كثير بيراجعني على المكتب حتى يوكلني في قضايا، بقول ليه جيتني بصفتي محامي ولا بصفتي نائب؟ بقول جيتك بصفتك نائب، بقول يا اخوان انا ما بشتغل هذا الشغل، انا بشتغل شغل قانون، قضاة الاردن كلهم بيعرفوني وبعرفوا أدبي واحترامي لا في كل قضاياي. إذا تدخلت في قضية مخالفة للقانون الشارع بيننا، وقولوا أنه مصلحة الطراونة تدخل في قضية فساد، هاي الحكومة كلها بتسمعني يقولوا مصلحة الطراونة تدخل إلا لإنصاف الحق، كان من يكون لو تجيني أنت ومظلوم فورا أنا بمشي معك فدي وفي رجلي وبنصفك كائن من تكون. أنا بعرف أن القضية الآن منظورة أمام القضاء وما نقدر إحنا نتوسع فيها كثير، لكن هل اطلعت أنت على الأسماء المتداولة شعبيا بغض النظر هل هي صحيحة ولا مش صحيحة؟ يعني اطلعت على الأسماء اللي بيحكوا فيها عن جد في رؤوس كبيرة ستشكل لنا صدمة إذا عرفناها أنها شوف أو أول شغلة خلينا نكون صريحين، أول شغلة وأنا هذه رسالة مني يعني للأردنيين جميعا، يعني إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. للأمانة أنا ضد أنه أن نخرج لوائح اتهام لناس ما في من هالكلام كلام، وأنا أتعجب يعني أتعجب، هل تعلم المعاملة طريقة جلب عوني مطيع كانت في منتهى السرية، وأنا ودي أقولها أمام الشعب الأردني، قادتها أجهزة المخابرات العامة، كل من يتحدث عن أي معلومات قبل يوم أمس كاذب، مكان واحد طلع علينا من برا يا سيدي انا لا اعرف ليس لي علاقه هذا الكلام هذا الكلام انا زلمه كنت اقرب الناس الى هذا الملف اقرب الناس الى هذا الملف، لم استطع الحصول على معلومه ولو هالقد بخصوص، لانه كانت فعلا حرفيه عاليه جدا، كان هناك كلام والله مسكوه كذا ومسكوه كذا. ما تم ضبط امبارح اعلنت عنه الحكومه كانت بتاريخ 27 الشهر صحيح. اذا بذكرك بالتاريخ لما جريده الدستور الاردنيه اعلنت وردت شطب صحيح. جريدة الدستور كانت صادقة في تلك اللحظة، لكن لما تدارسوا الموضوع أمنيا قالوا ما بصير نعلن الآن لأنه في إجراءات لازم نقوم فيها، فكانت الموضوع بمنتهى السرية. بكون كذاب الآن قدام الشعب الأردني إذا بقول والله أنا كان عندي معلومة، والله فلان متهم، النائب الفلان المتهم، الوزير متهم، هذا الكلام يقرره القضاء الأردني،
هذا الكلام يقرره الادعاء العام في محكمة أمن الدولة وتقرره محكمة أمن الدولة. ما اختلف معك، بس كمان أنت إلك يعني صفة تقديرية كمحامي، يعني لما مسكت الملف ما عرفت إنه والله فلان ممكن يندان، لا فلان، لا فلان، يعني كمان ما هو أنت مش جايب وثائق يا سيدي. أنا لما مسكت، أنا لست في موقع توجيه اتهام لأي شخص. لا ما أنا بقول لك، أنا جاءني ملف، جاءني ملف، الملف على النحو التالي. قالوا لي هذا الملف، قالوا يا أخوي إحنا في عنا مجموعة من مصانع الدخان في الأردن في الأسواق الحرة وبرا الأسواق الحرة، كل مرة بنضبطها وصاحبها بطلع. قلت يا جماعة خير قولوا غيروا. قالوا أنا بسولف عليك، قالوا معاي بهاي الطريقة. قالوا يا زلمي في مجال تشوف لنا دولة رئيس الوزراء تقول يا عمي سولف، يعني صرف على أجهزتك إنه هذول مصانع الدخان المقلدة قاعدة بتضيع على البلد ملايين الدنانير. والله كأني قاعد أنا وياك مع الرزاز. لا هذا الشخص اللي جاني وصرف علي هذا السالفة. قال أقول لرئيس الوزراء. ما ودياني لا أثيرها ولا شو ودياني أنا أشوف رئيس الوزراء. بقول له يا رجل أنت متأكد؟ قال والله العظيم يا دكتور بسنة 2017 مسكوا، قبل 2017 مسكوا وبمسكوا بعدين قدرت قادر بطلع. وصار يسولف لي قصص عن موضوع الجمارك، قديش في اعفاء عن غرامات جمركية، وفي قضايا، في يعني شغلة لها اول ما لاخر. بقول له يا سلم انت بتسولف على الاردن؟ قال نعم بسولف على الاردن. قلت في مجال تعطيني معلومات؟ انا بكرة في عندي خطاب الثقة. طبعا هو ما توقع كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل والله، وكنت كاتب خطاب الثقة كاملا وانا بفكر قلت وين بدي احط هذه باي فقرة. قلت وحكيت قلت انت متاكد من المعلومات؟ قال دكتور بكره بجنك المعلومات، بجنك صور المصنع، وبجنك عمليات الضبوطات، وبجنك الماكينات اللي تم صورهن. الصبح كانت الصور والملف كامل موجود. وين موجود؟ على باب البرلمان الساعه 8 الصبح في مكتبي في البرلمان. وصلت انا البرلمان، فتحت المغلف، شفت الصور، قلت معناته هذه الفقره خليها في محلها. لغايه الان انا لا اعلم عوني مطيع، ولم أقابله ولا أعرفه والله العظيم لغاية هذه اللحظة، ولا عمري ولا ما سمعت اسمه والله، ما وحتى لما أثرت الموضوع ما كنت أعرف مين المعني فيها. بس أنا كنت شو معني؟ أنا كنت معني أنه ما هذا الفساد الإداري الموجود عندنا في دولتنا الأردنية. أنا ما كنت موجه المسألة ليست إلى هذا الشخص، وإنما إلى الأجهزة اللي قاعدة يعني بتغطي على الفساد. بالإضافة طبعا اللي زاد حماسي أكثر وغيرتي وتعبي، المعلومات اللي كنت أشوفها عند حيدر الزبن لما كنت أزوره. حيدر الزبن أنا من الناس في قبة البرلمان تحدثت. حيدر الزبن أنا من الناس اللي تعرض لضغوط في إعجال سيارات يا زلمة، إعجال سيارات لا بالألفين، عجال سيارات وصلنه بالألفين وستاعش محطوط عليه تاريخ الإنتاج بالألفين وسبعتاعش. فجاء لما رحت عليه أنا على المكتب بقول يا مصلح شوف هذول بدهم أنا أطلعهم، كيف بدي أطلعهم؟ حيدر الزبن أنا شايفه في منطقة الجبيهة لما هو بيحمل كراتين بضاعة مزورة، وأنا حكيتها تحت القبة ودافعنا عنه. فوجئنا بقدرة قادر والمجلس غايب والله، وين حيدر الزبن؟ مروح. ليش روحوا؟ هذا السؤال. طيب مين اللي روحوا؟ أليس قرار من رئيس الوزراء؟ يعني كمان هو إشكالية. ما هذا قرار يا أخوي الآن حيدر الزبن أنا بقولك من روحوا؟ روحته مافيات الفساد في البلد، روحته زي مافيات الفساد ما بقوله مصلح الطراون عنده شركة دخان، زي مافيات الفساد ما بقوله مصلح الطراون محامي لشركة فيليب موريس، زي مافيات الفساد بقوله مصلح الطراون صاحب لسامر الشواري، سامر الشواري صاحب مصانع الاتحاد للتدخين. ترى أنا ويا طلاب صف. شو علاقتك معه؟ صدق سؤال. أول شيء بنعمل ويا بندفع في الدم. عاجبه عاجبه، مو عاجبه جو علي يعجبه، هذا واحد. اثنين والله بقلب الشاطئ. اثنين سامر الشواور انا يا طلاب رحلايه وحدي قرينا في جامعه موت، وكنا سردين مع بعضنا في جامعه موت سنه 1990 ما شاء الله. ثلاثه سامر الشواوري جزء من الاشخاص اللي زودني في هذه المعلومات، جزء من المعلومات نعم اعطاني اياها سامر الشواوري، وسامر الشواوري ضحى في نفسه وفي سمعته وراع على هيئه مكافحه الفساد وقال لهم نعم انا اللي اعطيت مصلح جزء من هذه المعلومات، بس ما توقعت انه مصلح يسوي هالضجه هذه كلها. قلت يا عمي بس يضبطوا سوق الدخان في السوق. لان سواء شركته سواء شركه فيليب موريس سواء اي شركه دخان بتدفع ضرائب بتدفع جمارك للدوله، وين مشكلتها؟ اذا انهم عندهم تزوير على ابوهم اليوم انا معاهم، انا مع الدوله. طب مطيع كان عن جد مسجل الناس سيديهات
عن جد بحكوا عن إشي مماسك مماسك لا أخلاقية وإباحية وما نعرف إيش على كل واحد كبير في البلد وما بيقدروا وما بيقدروا هذا ما هذا ما هذا ما كنت أسمع أنا كمواطن أردني. أما ما حصلت على أنا ما يا أخوي أنا مش عضو لجنة التحقيق الله يوفقك. أنا مش مدعي عام, أنا مش ضابط مخابرات. يعني يا إخواني أنا كل ما عندي من معلومات قلت لك هذه القضية الآن. بعد أن أثيرت هذه القضية بدأت الهواتف تتنهال علي, بدأ الأشخاص يجون ويحددوا معي مواقع جلسات سرية ويعطوني معلومات ويعطوني عن المبنى جامعة الدول العربية ويعطوني عن السيديات ويعطوني عن جلسات الليل ويعطوني عن المصاري ويعطوني عن الفرونت كامبانيز ويعطوني عن شركات الواجهة ويعطوني عن الأشخاص. فأنا مباشرة وبكل روح وطنية الحمد لله ما ودي أزاود, أنا كنت كل معلومة أعطيتها يا رحت عند هيئة مكافحة الفساد بكل صراحة قلت لهم أنا المعلومات اللي عندي 1 2 3 4 ومصدر مصادر معلوماتي 1 2 3 4. أنا كمان ودي أحمي الناس أكثر من هيك ما بقدر أقول. إذا الآن الملف كان أوريدي أصلا هيئة مكافحة الفساد فاتحيته أصلا كان في عندها طراطيش حكي صحيح. ولكن لما دخل جلالة الملك بهذا الموضوع ووصلت معلومات أمنية دقيقة عن هذا الموضوع أخذ رأي حازم إنه هذا الموضوع طير ريحته يعني فاحت أو زاد فلذلك سنكسر ظهر الفساد سنكسر ظهر الفساد. هذه القصة كلها ما فيها زيادة حكي اللي بطلعوا لي على الفيسبوك وبطلع مصلحة الطراوني كان وصير يدفع قروش لفلان ويأخذ فلان عيب عليهم عيب عليهم. هذه ودها مراجل أنا مصلحة الطراوني وبيعرفوا مين وراي. أنا منا مرتشي ولا أنا رخيص ولا لو ودي أنا ودي أقول لك شغلة أنا لو ودي قروش انتخابات كلها ما بنزل ليها صحيح. والأردنيين كلهم بيعرفوا هذا الكلام لنصير نزاود على بعضنا في هذا الحكي. والزلم اللي بيقول عن مصلحة شيء يطلع أنا وياه على الدوار الرابع ولا على الدوار الثالث ولا فرص عند قلعة الكرك ويقول مصلحة الطراوني أنت خدت ولا أنت سويت القضية. ليش ودنا نغير البوصلة؟ لأنه إحنا ودنا نهد حيل كل واحد يكافح الفساد صحيح. هذا اللي قاعد بصير يا أردنيين صحيح. طيب أنا بدي أسأل سؤال آخر في نفس الموضوع أيضا. يعني عندما مسكوا عون ومطيع بلشت بعض الأصوات بتقول لك لا مو عوني ما أول شيء مش عوني أول شيء مش عوني هذا إله شوارب وهذا إله شعر وهذا إله معه برضو بلش يقولوا بكرة هذه قضية تهريب ضريبي وبعملوا معه مصالحة بدفع كم مليون وبطلع بلش يقولوا كمان لا إنه العفو شامله بلش يحكوا كلام كثير قالوا راح يلفلفوها. أنت قناعتك الأمور وين رايحة في قصة عوني مطيع؟ رايحة بالاتجاه الصحيح بالاتجاه الصحيح. أنا أقول لك ليش رايحة بالاتجاه الصحيح لكن نحن بحاجة إلى موقف وطني صريح وصحيح وواضح وعدم التشكيك بأي منجز أردني. هذا منجز أردني بامتياز إحنا فتحنا ملفات الفساد علينا أن نتابعها للآخر لكن نحط العصا في النص. والله الرزاز صادق الرزاز موسى يا زلمة الله دائما بقول أبوي الله يرحمه كان يقول كلمة كان يقول يا بقول للزين زين فوجهه كنت أقول له يا با يعني هذا علمونا أنه هذا نفاق قال لا يا با إذا قلت للزين أنت زين فوجهه بظل زين يا الله. إحنا قاعدين عكس إحنا قاعدين لما نشوف حيدر الزبن بيشتغل بقول لك حيدر الزبن وراء الأكمة ما وراء أو شيل وراء الأكمة زلمي بعده ما تجوز هم بيعرفوا الأكمة وشي الأكمة اللي وراها عند أمو العجوز ملتع الوالدة يا زلمي يعذرني في الأهل الألفاظ بس لأنه برنامج شعبي يا زلمي أنا وشو اللي أنا ودي إياه يا زلمي أنا وشو اللي أنا ودي إياه يا زلمي أنا كنت في قطر وخلي الشعب الأردني كله يعرف والقطريين كلهم بيعرفوا أنا كنت في قطر وأخذ 20,000 دينار أردني يا زلمي والله العظيم والله العظيم كنت أخذ 20,000 دينار أردني في قطر كنت مدير تنفيذي لشركة قانونية كلها القطر بيعرفوا هذا الشيء كنت عميد كلية وزلمي الحمد لله رب العالمين ومبسوط ماديا ما بدي مصاري جيت عرفت علي وبثقة الأردنيين وبثقة جيش من الطلاب اللي بفتخر وبدرسهم يا زلمي أنا طالب درسته من تاريخ حياتي الأكاديمية لغاية الآن قال لك مصلح مو زلمة ودي أبطل أصير زلمة يا زلمة ما شاء الله يا زلمة أنا تجارتي بعرف حالي يطلع علي كم من واحد ومصلح الطراوني قاعد مع فلان وقال ونقل قروش أنا قال أنقل قروش من فلان لفلان أين عثر يا زلمة أين عثر أنت تحكي مع مصلح الطراوني يا زلمة. طيب خلينا نخفف الأمور شوية في معنى اتصال هاتفي من المهندس سفيان أبو صافي في إيه؟ عنده مشكلة بنقابة المهندسين بده يعرضها عليك باش مهندس سفيان الله يسعد مساكو مساء الورد مساء الخير
الله يبارك فيك. انا والله انا حميت مع الدكتور مصلح الطرام، وانا من طلاب جامعه موتى المعاصر فتره وجود دكتور مصلح الطرام. نعم. بجامعه موتى. نعم اقسم بالله لسه كلمه زلمه قليله عليه في جامعه موتى. نعم هذا خبرنا فيه في الجامعه، والان في المجلس ما زال ما شاء الله بنرفع راسنا فيه. عيد 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 السؤال استاذ سفيان. لا انا كنت بعقب متابع تعليق الدكتور قبل شوي دكتور مصلح. نعم مصلح. نعم بتكلم عن ماضي، وانا باكد كلامه في جامعه موتى الدكتور. انا من طلاب جامعه موتى من خريجينها، وبفتخر بهذا الشيء. وبفتخر بامثال الدكتور مصلح اللي كانوا في جامعه موتى، ويشهد لهم القاصي والداني بالوضع بالاكاديميا. نعم. حتى بمواقف اخرى، مواقف وطنيه. وبالتالي دكتور مصلح ما بدك يعني دكتور، انا شفتك من فعل قبل شوي انت بتحكي هذا الشيء، بشهد لك فيه ملايين من الشعب الاردني، وانت الان في المجلس برضه. لا اريد ان امدح وليس تملقا، لكن تستحق هذا المدح بثناء واكثر. حبيبي والله انا بفتخر فيك يا سفيان، وبفتخر في كل طلابي على امتداد الوطن العربي، مش بس على مستوى. الله يبارك فيك دكتور. انا الان بدي اخاطبك، انا احد طلابك واقف يعني امامك بخجل، لكن بدي اخاطبك كنائب في مجلس النواب، وانت بتتحدث الان عن قضايا يعني اثقلت كاهل الوطن وأثقلت ميزانية الدولة وأوصلتنا لوضع اقتصادي سيء جدا. والله يقويك وأنت وأمثالك في المجلس دكتور ممن تبقى لديهم. خش في الموضوع باش مهندس، خش في الموضوع، لك سبقت يا باش مهندس، خش في الموضوع. سيدي أنا الموضوع ما في يعني، إحنا الآن أنتم متولين المواضيع السياسية دكتور، وما شاء الله عليكم وكلنا أمل وثقة فيك، ولكن أنا بدي أحكي لك موضوع يمكن تكون ما أتيحت لنا الفرصة بحكم سرعة. انت الفتره الماضيه كنت في لجنه التربيه، رئيس لجنه التربيه، والفتره الحاليه تركت هذه اللجنه وجاء مكانك زملاء فاضلين اخرين من مجلس النواب. في قضيه اللي هي موجوده الان على الساحه وحاليا قضيه المهندسين في وزاره. نعم نعم دكتور، هي قضيه المهندسين. انا بس للعلم المستمعين، قضيه مهندسين التربيه دكتور في شهر 9 و10 كان في اضرابات واعتصامات، وصلوا لاتفاقات مع وعد مع دولة الرئيس ومع وزير التربية السابق عزم المحافظة، وللأسف هذه الوعود ذهبت هباء منثورا. وأنا بشهد سفيان أنا بشهد أنه دولة الرئيس عندما كان وزيرا للتربية والتعليم كان قد وعد بحل هذه المشكلة. يعني أنا بشهد للدكتور عمر الرزاز لما كنت رئيس لجنة التربية، وأنا تفاجأت قبل أسبوعين يعني على موقفكم أنه مشكلتكم انحلت. يعني أنا جاهز إن شاء الله تعالى، يعني إذا بتقدر بكرة تمر علي على المكتب ولوين وصلت الموضوع، وانا باذن الله بتابعه يعني شخصيا. والله دكتور ازمت الامور الان وصلت الى العلم دكتور، الان من 10 ايام اليوم، لا من 14 يوم، بكره بكون رقم 14 اضراب مواقع عمل، وبيحشدوا المهندسين الان لاعتصامات ووقفات احتجاجيه وتوقف عن العمل تام في مواقع العمل. هذا مستمر صار له 14 يوم، وللاسف وصل الحد التعزيم من وزاره التربيه والتعليم انه الان في عقوبات عدم صرف وحسم وانذارات، ولوح امين عام وزاره التربيه والتعليم الشؤون الاداريه والماليه سامي الصلايطه بافقاد وانهاء خدمات المهندسين. وهذا التلويح الان بتستند فيه على امور معينه خارجه عن يعني الاطار اللي بنعرفه في الاحتجاج السلمي والامور التعبير عن الراي. فالان القضيه وصلت لمراحل عاليه جدا من التاذيب دكتور. لا مطالبكم محقه ان شاء الله، مطالبكم محقه. بكره مر علي على المكتب ان شاء الله على 11 ان شاء الله تعالى، بيننا تليفون وتليفوني معك، وان شاء الله تعالى بتابعها، وانا بتابعها مع دولة الرئيس شخصيا. بشكرك باشمهندس. شكرا سفيان. حياك الله يسعدك. يعني معي خبر مشكلتك من ايام وانا رئيس لجنه التربيه. طيب ما دام فتحنا موضوع عمر الرزاز كرئيس حكومه، كان وزير التربيه شو رايك فيه حقيقه؟ والله شوف انا للامانه انا بجوز قلت لك انا علاقتي في الرجل طيبه جدا لما كان وزير التربيه والتعليم، وعلاقه صداقه. بجوز احيانا كنا نقعد لاوقات متاخره في الليل نناقش قضايا وطنيه، لانه ما كان عنده في النهار وقت، نضطر بعد المغرب اقعد عنده في الدار ونتناقش في قضايا كلها قضايا وطنيه واستراتيجيات. يعني انا بحبه يعني للامانه، خليني اقول لك، وانا حجبت عنه الثقه ليس لا لشخص عمر الرزاز، وانما كانت اسباب واضحه تتعلق بالتعديل الوزاري والبيان الوزاري وما الى ذلك. الرجل بده يشتغل بس بده رفادات، يعني بده ناس يحمل معه يشيل معه الحمل. وانا بأي بقولها لي مره ثانيه، ودك ناس يشيل معك الحمل. طب ما جاب ناس كثير كلهم بيقولوا محسوبيات يا سيدي. مش الكل في ناس والله ما له غرض
يعني في ناس معه في الحكومة لغاية الآن والله ما له غرض. طيب بدنا نحكي يعني ما يعني أنا بجوز للأسف يعني البعض البعض موظف كثير علي. الموظف موظف والله البعض للأسف يعني خلاص الواحد ما بده يسيء لأن عادتي أنا ما بحب أسيء بس البعض مش عصبي مش كاريزما الوزير إذا موش بيكهر شايف عصبي أنا ولا عصبي والله ما شاء الله علي رأيك كل هذا مش عصبي كل أمراض الدنيا جت من ورا النيابة أنت اسمع الله بيحبك إني أنا مريض اليوم وما ذلك بحاول أسيطر إذا بدنا نحكي بموضوع العفو أنا بعرف إنه اليوم راح للجنة القانون التشريع والقانونية ولا متى راح تنتهي القصة كلها يعني من هذا آخر السنة ولا راح نخش في السنة الجديدة؟ شوف الآن خلينا نسولف بشكل صريح الآن مجلس الوزراء اليوم ناقش المشروع قانون العفو وحاله إلى ديوان التشريع والرأي على أساس يعرضه مرة ثانية يوم الاثنين يعني أنا كنت أتمنى حقيقة أنه اليوم خلص يحيلوا لمجلس النواب وبالتالي تنعقد جلسة في أسرع وقت ممكن خاصة أنه تقريبا المشروع جاهز بس للأمانة أنا أدرك تماما ما الذي عرقل المشروع عرقل المشروع في كثير من القضايا الحساسة واللي أشغلت الرأي العام الأردني يجب أن لا تكون مستثناء من العفو يعني بدك تكون دقيق جدا ودك تكون دقيق في بعض القضايا لغاية الآن ما صدر فيها لا لوائح اتهام ولا قرارات ظن فودك تشوف وين ممكن تروح قرارات الظن ولوائح الاتهام حتى أن تستثنيها من العفو يعني مثلا زي قضية مطيع زي قضية دجالون بلا حدود واسمهيد مؤمنون بلا حدود والقضايا زي هيك فهذا يجب أن تستثنى حقيقة من 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 العفو بالإضافة إلى إنه جلالة الملك لما وجه بالعفو يعني رسم خطوط واضحة جدا إنه العفو يجب إنه يأخذ هذا المنحنى يحترم حقوق الناس يحترم هيبة الدولة في جرائم خطيرة جدا جرائم إرهاب في ناس تلطخت أياديهم يعني بدماء العديد من الأردنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فلذلك يعني هذه المسائل دقيقة جدا على الرغم من إنه مجلس النواب سيناقشها مرة أخرى لأنها ستحال كمشروع لمجلس النواب ثم اللجنة القانونية ثم تعود مرة أخرى أنا في ضوء هذا السيناريو اللي أنا شايفه إن شاء الله تعالى إذا الحكومة يوم الاثنين أحالته يوم الثلاثة طبعا عندنا عطلة يعني بعتقد أنه سعادة رئيس المجلس لن يتوانى عن دعوة المجلس للانعقاد بجوز يوم الأربعاء ويوم الخميس ستحال بعدها إلى اللجنة القانونية احنا خلال جلسة بإذن الله تعالى يعني ما عندنا عضو فيها على عيان وبعديها السيدة ما هو مجرد ما احنا نطلعه ده تروح على عيان ما بتأخذ إشي كثير يعني أنا بتوقع في ضوء هذا الحسم مع بداية الأسبوع الأول من السنة إن شاء الله الأمور تكون منتهية إن شاء الله طبعا احنا صار برنامجنا نصه بالضبط يعني شوف السرعة كيف يمنص ساعة بالضبط هذا أنا بحكي على السريع ما شاء الله كله فشك فعشان هيك بدنا نروح على الاستوديو الثاني على المحمص ونطلع فاصل ونرجع نكمل حكينا ونستقبل بعدها ضيفنا حبيبي إن شاء الله كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه اختلافات وآراء جماعات وأحزاب وفرق عادات وتقاليد وكل جماعة تدعي أنها على الحق كما قال الله كل حزب بما لديهم فرحون حتى صار الناس في حيرة وتخبط إلا من رحم ربي فكيف تميز بين الحق والباطل بين الهدى والضلالة بين الخبر الصحيح والإشاعة
تابعونا في عنا الدليل. عنا الدليل السبت في الأوقات التالية. قاعد بدكانتي بدي احكي وقت ما بدي. طيب ماشي، رجعنا لكم مره ثانيه مع ضيفي النائب مصلح الطراونة. تكلمنا في الجزء الاول من الحوار عن عوني مطيع وقليل عن العفو. بدنا نكمل على العفو. نعم. اجاني اكثر من سؤال، هل صحيح يشمل العفو كل الاردنيين، يعني الاردنيين اللي عندهم رقم وطني، ولا ايضا كل من كان على الارض الاردنيه وارتكبت الجريمة أو الجنحة في الأرض الأردنية، من يستفيد من العفو؟ هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. وأنا سألت في هذا قانون العفو يشمل كل من ارتكب جريمة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وخضع لاختصاص القانون والقضاء الأردني أيا ما كانت جنسيته، سواء كردني أردني أو غير أردني، رقم وطني ولا غير رقم وطني، لا علاقة له بالجنسية. سواء كان ضنين أو متهم أو محكوم عليه بلغة القانون وموجود بالسجن، وشمل العفو أيا ما كانت جنسيته، أيا ما كان لونه، زلمي، مرة، منين ما كان يكون سيشمله العفو. سامعين؟ نعم. أيوم يعني مش بس الأردني، العفو يشمل الجميع. جميع من ارتكب جنحة أو جناية، أو جناية مشمولة بالعفو، مشمولة بالعفو طبعا، يعني لأنه العفو، لأنه هذه مهمة جدا، يعني حتى المواطن الأردني فهم هذا الفرق بين العفو العام والعفو الخاص. العفو الخاص يصدر بأسماء، يعني جلالة الملك بيقول قررت العفو الخاص عن التالي أسماءهم، بعفي عنهم بالاسم. العفو العام يشمل الوصف الجرمي نفسه، يعني الوصف الجرمي نفسه سواء جناية أو جنحة مشمولة بالعفو، سواء كانت مشروطة ولا غير مشروطة، هذه مشمولة مين ما كان مرتكبها، أردني ولا غير أردني. طيب ماذا حفار دفار يعني. طيب ماذا لو تفاجأ مصلح الطراونة بأن عونه مطيع وأسماء أخرى كبيرة طلع شاملهم العفو؟ ما كيف نتفاجأ يعني؟ هذا معناته أنا ما بعرف أشتغل تشريع، لا أنا ولا زملائي في النواب، مجلس النواب يعني فيه عمالقة من القانونيين اللي أنا بفتخر فيهم زملائي وبتعلم على أيديهم، عرفت، يعلمون جيدا كل الأوصاف الجرمية الكائنة وما ستكون، وبالتالي يعني واضح يعني جدا هناك استثناء لن يشمله أبدا قولا واحدا، ولن يشمل كل واحد تطاولت يده على المال العام من غيره. أنا ما لأنه هو بالنتيجة متهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن التهم التي ستوجه لا لن يشملها العفو. يا أخي عندك ثقة كثير في يعني قبل شوية كنت تحكي لي بداية الحكي من الذي كل شوية عوني مطيع يعملوا بعدها يطلع بعدها من عارف إيش، يعني كان في أيادي خفية تلعب، وهسه يعني كأنك تنفي قصة الأيادي الخفية اللي بتلعب. كيف يعني؟ يعني قبل شوية بتحكي لي إنه عوني مطيع لما جابوا لك الملف قالوا لك هذا بواحد كل شوية. طيب انت شفت الدكتور حيدر الزبري مبارح، ما هو كان يعني زلمه، ما هو يعني انت بتقول انا زلمه ما إلي فضل قد ما للرجل هذا فضل. يعني انا ما بقول يعني ان انا متواضع، انا بحكي الحقيقه، انا زلمه ما بوكل الناس حقوقها ولا بدور على شعبويات. بس وين المشكله؟ المشكله انت الان لما ربنا يعطيك القدره على ان تكون نائب، لديك سلطه رقابيه تستخدمها لمصلحه الامه، عندك بدك تحكي ما تخاف. ليش تخاف؟ من إيش تخاف؟ يعني أنت من إيش تخاف؟ أنت عندك ضوابط دستورية معروف، يعني جلالة الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية. أنت لا تلقي تهم جزافا، أنت تتكلم عن وقائع. الرجل كان في المطبخ العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة الأردنية، وتكلم ليك عن كتاب بعثه لضبط هذا المصنع، قعد شهر وبعدين مرد وبعدين بعث كتاب. طب مين؟ طب هل انا بتكلم من فراغ بتقول لي من اين تاتيك الثقه؟ فبالتالي انا قصدي انا تاتيني الثقه من المعلومه. الان لذلك انا هذه اوجه رساله لكل ابنائي، لكل اخواني، لكل خواتي، لكل اهلي، عندما تريد ان تتحدث تاكد من المعلومه. اذا كان لديك المعلومه تاتيك الثقه في الحديث حول هذه المعلومه، لكن ان ترمي التهم جزافا. لذلك انا لم اتهم ولن اتهم اي شخص لغايه الان، لانه ليس لدي سلطه الاتهام. سلطه الاتهام حتى بدك تبني عليها ادله. وبعدين الموضوع المهم جدا يا اخوي كامل، الموضوع المهم جدا، احنا في قضايا الفساد بالذات يجب ان نضع لها حد. يعني مش بالضروره يقولوا والله اخوي كامل ولا مصلح فاسد. يا اخوي انا متهم بالفساد، وديني على القضاء. القضاء واحدة من ثنتين، يا اما بحكم علي اني فاسد او ببريني. اذا حكم علي هذا اخذت عقابي، ما بنظل للتون عجن، واذا براني انا باخذ شهادة براءة قدام الناس كلها، بقول ولا واحد يفتح ضمه معي.
هذا ما نريد نصل إليه. ممتاز. بس طيب. روح كلنا على القضاء. بس القضاء هو الفيصل. هذا ودي إياه. ما ظل نسولف على الفيسبوك يعني. ماشي ممتاز. معناته ما سبب حالة عدم الثقة التي تجتاح الشارع الأردني اتجاه النواب واتجاه الحكومات؟ مش بس الحكومة والنواب يعني طالبوا بالحراك بإسقاط مجلس النواب عيانا بيانا. هاي عدم الثقة جاية من وين؟ علما هم اللي انتخبوا مجلس النواب ولو كان بطرق بقانون ظالم أو قانون جائر. طيب متى نصل إلى بناء حقيقي للثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة الأردنية؟ الآن دورنا جميعا، الآن دورنا في النواب، دورنا كحكومة، دورنا كمواطنين إن نعيد بناء الثقة في مؤسساتنا. أنا بعتقد يعني هذا اللي قاعد بصير الآن، اللي قاعد بصير هو مرحلة أولى في إعادة بناء الثقة. وخليها يا أخي ثقة تحت الاختبار، تحت التجربة، خليها ثقة تحت الاختبار. بعدين يا أخواني الديمقراطية قادرة أن تصحح نفسها بنفسها. أنت اليوم ما هو بتعرف يا كامل، أنا والله العظيم أحيانا بقول لي لوي قلبك بوجع. أنا أشاهد للأسف بعض الأخوة اللي قاعدين بسبوا على مجلس النواب، أنا أعلم أصواتهم وين بتروح. أنا بعلم أصواتهم وين بتروح. أنا بجوز هذه أول مرة أنزل للنياب وبجوز آخر مرة، ما بعرف يعني، إذا الله أعطانا العمر. عرفت علي؟ لكن أنت كمواطن أردني صحح مسارك الديمقراطي في المرة القادمة أيا ما كان القانون الانتخابي، واطلع وصوت واختار الإنسان الذي يمليه عليك ضميرك. مش إنك تأخذك والله لأنه مصلح من الطران ودروا على مصلح لأنه من الطران كامل، لا ودروا على كامل، لا خلي عندك اعتبارات مهمة جدا في اختيارك للشخص. مجلس النواب فيه خير يعني، هذا المجلس 18 بس حظه ردي يعني. أنا والله العظيم يا زلمة، والله العظيم، والله لديه العديد من الإنجازات في مجال التشريع، لديه العديد من الإنجازات في المجالات الرقابية. وبعدين هذه الديمقراطية يعني، أنت ودك في ضوء غياب الحزبية ودك يعني 90% من النواب يعني يكونوا تعبير عن إرادة الأمة. من اللي غيب الحزبية؟ ها؟ من اللي غيب الحزبية؟ مفروض من زمان. هذه بدك تسولف فيها، بنسولف فيها في حلقة لحالة. هذه بدك نسولف فيها في حلقة لحالة. بس أنا بقول لك الشعب معه حق يطالب بإسقاط مجلس النواب. بقول لك معه حق. أنت معه. بس هل صح إنه يسقط؟ لا مو صح. مو صح. لا مو صح. ليش؟ لأنه يا زلمة يعني الريح ولا العدم. يا زلمة والله الريحي ولا العدم يعني. الريحة هيك تلطم. ما هو يا ابن عمي أنا لو أنا نائب الساعة، أنا لو أنا نائب الساعة متحفظ جدا ما بحشي اللي بحشيه. عرفت يعني على الأقل أنا عندي حصانة تحميني من 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 الافتراء علي. ما ودي أقول يعني أنا حصانتي ما بتحصني لا سمح الله أرتكب جريمة. بس من إنه ناس تفتري علي وبالتالي أتكلم بروح رقابية، أستطيع الحصول على معلومة، أستطيع مخاطبة السلطات العامة بسهولة، وبالتالي الريح ولا العدم يعني. لديك في مجلس النواب قامات وطنية محترمة وعددهم لا يستهان فيه. كثيرين وكل زملائي على عيني وراسي. إذا أنت مش راضي عن النائب اللي أنت انتخبته ولا مش راضي عن النائب يا أخي المرة الجاية لا تنتخبه، خلصنا من هالطابة. بالخمسين ليرة هذا وجهه لهم هم، ما هذا وجهه لهم هم، هذا وجهه أنا بقول لك وجهه لمن يبيع صوته. بتحب الشعر؟ ها؟ بتحب الشعر؟ آه والله بحب. بالله جد؟ آه والله. طيب أنا جايب لك شاعر اليوم معي. والله يا هلا فيه. جايب لك والله. الشاعر الشاب الجميل مظهر عاصف. والله هسه ما بدريش راح يطلع الشعر اللي يقرأ لنا إياه كويس ولا يخذلني هسه. لا ما شاء الله، والله عندنا شوية حس أدب يا هلا. يا رب يا رب يا مظهر تفوز وتظهر. أنا يا حبيبي الله يسلمك. تفضل اقعد هون، أنا بدي أقعد هون. كيفك؟ والله تمام الحمد لله. شو رأيك أول شيء قبل نبلش تشمطنا قصيدة هيك دقيقة ونص دقيقتين، خلينا نغير جو. شمط. والله أنا لازم أغير جو لأنه يعني أنا وأنا بسمع عمالي صابني اكتئاب من الحقائق هذه، يعني شيء يؤثر على المواطن. سأقرأ قصيدة. نعم. لنذكر الأشياء الجميلة يعني، الجانب الأجمل في هذا الوطن. في بلادي موطن البدوي وعز في السنديان، والكفاف الحمر إن لفت كزهر الأقحوان، موطن البدر المعتق في تراتيل الزمان، حيث شعري نبضة الأولى وخربشة البيان. وطن على الحسن استوى، وبه الهوى وله الهوى، نهر يعمد ربوة، شيح يعانق زعفران. في بلادي كل شبر بات نبضا من حنان،
وبه المهور تسابقت وتراقصت تحت الغمام، وبه العذار السابغات مدارقا، وبه حرائرنا الحسان، والعين في أعطافها تحنو فتبتسم اليدان. لا أتعرف، لا الأنامل تنثنى، فكأنها بسطت بديدنها اليدان. في بلادي حيث يمتد الصنوبر شامخا حر السنان، وترى المضارب هاجعات فاتنات ساحرات، عبر أسراب القطى، عبر المها، عبر الأغاني والقيان. والسوسنات به التقين يرعفن عطرا إن حكين، فإذا تحدثت الربابة في طلاقتها بكين، وإذا استراحت فزت الأشواق زهوا في المكان. في بلادي الطلقة الأولى وطلقتنا الأخيرة، في بلادي، في بلادي الطلقة الأولى وطلقتنا الأخيرة، في بلادي الصهلة الأولى وصهلتنا الأخيرة. الضاربات على الصدور إذا سئلنا، الناطقات تبشر فيعطى من أجبنا، الباعثات النور من قاع السريرة، الناعسات الطرف خلف براقع، والغازلات الشعر خلف عصابة، الجاعلات من الجدائل مقصلا، والصانعات من السنابل فيلقا، والكانسات الليلة في كف الظهيرة، والقائلون أنا أبوها وابنها، والقائلون أنا أبوها وابنها، والكاسرون الوهم في جرن الهجيرة. في بلاد الطلقة الأولى وطلقتنا الأخيرة، في بلاد الصهلة الأولى وصهلتنا الأخيرة. ما شاء الله، هذا الأردن. هذا الأردن. جميل جميل، حياك أستاذ. طب الله يعطيك العافية. أول شيء أنا لازم أوجه تحية لوالدتي. تحية لوالدتي، يعني خاصة نصاً بعد القناة وبعد أستاذ المصلح الدكتور معالي وحضرتك أستاذ كامل صديقي الجميل. والدتي أطال الله عمرها. آمين يا رب. ورزقنا برها. آمين. تفضل سيدي. أنت هيك وجهت تحية. خلص. أنا فكرتك تبلش تنمق بالكلمات. طيب هذا الشعر اللي أنت قريته الجميل. نعم. بطعم خبز؟ لا طبعاً. يعني أنت مفلس ماكل هواء؟ يعني احنا هو يقولون فلان ادركته حرفه الادب، وابو نعم. تمام نعم. شو قال؟ قال لك وجئت نحوك لا الوي على احد، احث راحلتي الفقر والادب. نعم. هسه صديقي، يعني الشعر اذا اتخذته كموهبه وطورت نفسك فيه، نعم، قد يعني قد تحصل على شيء. هلا هو في كثير من الاحيان يعني يلعب الحظ دور، والإعلام يلعب دور في صحيح. في تقديم الشاعر والفائدة العائد المادي له. لكن بشكل عام احنا في الأردن يعني لا يوجد شعراء استفادوا من شعرهم الا قليلا. الا قليل طبعا. طيب الأستاذ مصلح كان يحكي قبل شوي حكي كثير. نعم. انت كشاعر لك موقف مما قال، ولا انت ما إلك دخل في القصة هاي بالمرة؟ لا شوف أستاذ كامل، هلا اجيب الولد الصغير بالشارع بفهم، عارف السياسة وعارف الصح من الغلط، ويعني وصار الشيء مكشوف. حتى الذي يريد يعني أن يستتر، تعال اطلع، افتح اليوتيوب، ضع كلمة يعني في يوتيوب تطلع لك الحقيقة. تسمع أنت جميع الآراء طبعا. أنت من يمكن حكيت معك، أنا من ضمن الأشياء اللي كانت مضحكة في الموضوع أنه أنا لما صرت أبعث للأصدقاء الدعوة أنه أنت شو دخلك في عوني مطيع؟ وشو دخلك في السياسة؟ وشو دخلك كذا؟ فأنا صار عندي حتى فضول أنه أنا والله نفسي أحكي يعني. لا لكن حقيقة يعني قبل ما أنا أجي، إحنا في الشارع من يعني بتدخل على سوبر ماركت بحكوا في الموضوع، وهذا الموضوع أثار بالفترة الأخيرة، أثار الرأي العام بشكل غريب عجيب. هلا حقيقة أنا ما بعرفش مين أثار ومين أثارش، لكن أنت لك في النهاية في الموضوع. هلا الموضوع هذا طبعا يمس كل مواطن. يمس كل مواطن. احنا الشعب الاردني اذا مسكت يعني مجرد الاعلان انه انت مسكت فاسد او حاسبت فاسد، انت ارتفعت اسهمك. انت يعني احنا شعب عاطفي. طيب ومن اكثر الشعوب العاطفيه. بحاسب فاسد ترتفع اسهمي، وين المشكله يعني؟ لا بالعكس، شيء جميل، وهو احنا نتمنى هذا الشيء. يعني هسه الاستاذ دكتور مصلح، نيجي احنا نحكيها، لما اقول لك انا تعرضت لتهديد، هلا هذا تعرض للتهديد يعني انت بخليك كمان تضع علامه تعجب. طب انت نائب وانت يعني في النهايه محسوب، انت مش محمي كيف انت لا محمي البلد. شوف انا هذا الكلام لازم نكون واضحين فيه. انت لما تقول تهديد وما تهديد، انت في قضايا بهذا الحجم. نعم. في قضايا بهذا الحجم
لما تثيرها أنت تتعامل مع مافيات قد يكون لها ارتباطات دولية. نعم. وبالتالي لما تكون لها ارتباطات دولية أنت قد تكون مستهدف من شخص لا علاقة له بهذا الملف برمته. وإنما بهدف زعزعة أمن البلاد. يعني ممكن لا سمح الله مشان واحد يسيء للأردن ولا إشي يتعرض لإلي أو إلك بأي طريقة مشان يقول والله شوف اللي قاعد يصير في الأردن. فلذلك الحذر واجب. هذا مدعاة للحكم الداخلي. هذا اللي بدنا نحكي. هذا اللي بدنا نحكي. إذا بدنا نسمع كل إشي كل إشي عن منجزاتنا الوطنية. إحنا في عنا عيب في عنا عيب في عنا غلط في عنا غلط في عنا فساد في عنا فساد بس في عنا منجزات. نعم. يعني هذا القصيدة اللي أنت ألقيتها وتحدثت فيها عن أمي وعن أمك وعن أختي وعن أختك وعن اللي بنوا البلد وعن الدحنون وعن السنديان الأردنية هذا منجز. هذا وطن بنوا ناس قبلنا. إحنا عيال أول أمس تحديد النص. نعم. شايف نعم. إحنا عيال أول أمس يا زلم. إحنا عيال أول أمس. يعني الأردن الأردن لما تحكي قصة تاريخها منذ بدايتها لغاية الآن سوت اللي ما سوته دول عندها المليارات. نعم. يعني في منجزنا التعليمي في منجزنا الصحي في منجز البنية التحتية في المنجز الإعلامي في المنجز البشري الأردني. الآن ما بتروح على أي بلد في العالم إلا تجد فيه أردنيا متميزا. إحنا ليش نظل نسمخ في حالنا ونشبح في حالنا وكأنه إحنا ولا إشي؟ والله يا أخوي يا جماعة خير إحنا بننتقد صح بس يجب أن لا فرق بين أن تنتقد وبين أن تكون سوداويا. فأنت هذه قصيدتك أنعشتني. يعني أنا عشتني لأنك تتحدث عني كأردني وعن أمي وعن أمك وعن أختي وعن أختك وعن كل واحد يطمح. نعم. أنه يصير. يعني شوف معاليك هلأ في شغلة مهمة جدا. أنا بدون معالي يا أخوي دكتور نائب سعادة. لا دكتور بدون سعادة. أنت دكتور؟ أنا دكتور قانون. والله أنا فاشل. أنا بروفيسور قانون. والله جد ها وأنا وناس أقول لك مصلح مصلح عادي زبي فارقي إيه إذا حلقة من أول هلأ عشان نادي عليه دكتور. العقول هذه العقول يعني نتمنى بس حقيقة وهي أمنية نتمنى أن تكون هذه العقول مفيدة للبلد مش خارج البلد. يعني هي النهضة إحنا صار عندنا نهضات متكررة يعني في أعوام صار عندنا نهضات. نعم. تشعر في النهضة البنائية العمرانية نهضة الجامعات أو المدارس وكذا. إحنا نتمنى أنه هي النهضة الآن لنا فترة طويلة تشعر إحنا بحاجة لهذه لرؤية الشباب. على فكرة أنا في شغلة كنت أفكر فيها وأنا جاي بالطريق شغلة بس أنه دائما يتحدثون عن الديمقراطية. نعم. إحنا هسه قلبت سياسي أنا دائما يتحدثون عن الديمقراطية. تسمع المذيع يتحدث عن الديمقراطية والمدير المدرسي يتحدث عن الديمقراطية والنائب والكذا لكن هو نفسه غير هو نفسه إله في الكرسي هذا 20 سنة على مذيع وإلك 30 سنة مدير مدرسة وإلك 50 سنة كذا يعني. طيب شو بدك يعني أقدم مذيع 3 سنين وأروح؟ لا يا سيدي بس أعطي فرصة لغيرك يعني. كيف أعطي فرصة يعني؟ يعني أنا بحكي عنك. لا لا أنا بحكي بشكل جمهوري كمان. نعم. بس ماشي إحنا عند قرارات الإدارية اللي ما نعرف إيش ماشي المدير مفروض ما يظلي بس مذيع يؤدي في وظيفة. لا هذا مو معلم يؤدي وظيفة. لا هو أنا عرفت شو قصد. هو قصد مسألة أخرى. لا هو قصد مسألة أخرى هو مسألة احتكار الموقع أيا ما كان. صحيح. يعني أنت كمذيع يعني دورك مش فقط أن تبقى مديرا لامعا وإنما صحيح. دورك أن صحيح. تبني جيلا آخر صحيح. يستلم الرسالة من بعدك. وهي عندنا مصيبة بالأردن ترى عندنا مصيبة وأنا قلتها في خطاب الثقة أنا قلتها في خطاب الثقة لدولة الدكتور عمر رزاز لدينا مصيبة في الصف الثاني عندنا مشكلة دائما في الصف الثاني دائما بنحاول نمحق أي واحد مفتح عينه تحكينا مشان ما يستلم محلنا بنصل لمرحلة في بعض المؤسسات هذا الزلمة يا بن شل يا بن عل يا بسافر لمحل عرفت علي ندور واحد محله بنلاقي الصعوبة ليه لأن ما بنينا قيادات بديلة صحيح. طبعا طبعا وأنا بعتقد أنه هذا ما قلته يعني لأنه أنا كمان عكس الديمقراطية الأنانية هذه الأنانية يعني أنت قريب من وسط الثقافي كامل أنت قريب وبتعرف أنه الأسماء مثلا الشعراء والأدباء هم الأسماء المكرسين المكررة صحيح. أسماءهم صحيح. هو نفسه صحيح. من يطالب في قصص وروايات وشعره بالنقيض طبعا صحيح. هو لا يطبق هذا الشيء صحيح. ومش فاتح لك مجال طيب بدنا قصيدتك الأخيرة شيء سيدي هاي عن عمان عن عمان نعم ما قبل شو قرأت عن عمان تقول ما قرأتش عن عمان سيدي قرأت عن كل يعني الأردن قبل الأردن هسه العاصمة الله الله واللي بعديها خذ أنا أعتقد أنا أعشق عمان حد الثمالي يعني ماش ما كنا عمان تسكن نفسها هذا الصباح لا صوت فيها غير أجراس الأماني لا صوت إلا ما توشوشه العجائز من دعاء الله. إنني الراوي الذي قص الرواية من بدايتها وظن لها ابتداء لكنها بدأت بأرضي ثم أرضي ثم أرضي ثم كررت الذي كررته دون انتهاء إنني الصوت الذي يدوي بعيدا من فمي وأنا ارتدادي وارتداد الآخرين لا يرون من المساء سوى الضياء باسمات من يسرن محملات بالتعفف
تحت أنظار البرد، وأنا ألملم من حديث الضاربات بخمرهن قصيدتي، وألملم البجع الذي سكن العيون الناعسات لمرفئي، والفجر غاف والستائر غافيات خلف نافذة الليالي المقمرة. عمان تختصر العواصم حين تنغمس العواصم في المدينة، وجهاني والوجه الرقيق ووجهها، ويدان تحتضنان أوجاع المسافر، ما تساقط من سقوط الذكريات وما تناثر من دم الأوراق في كف الغريب، وفي المدينة حين تجتمع البداوة بالحضارة والحماسة بالنسيب، هناك صدر واحد لا زال يحتضن الجميع، وهي الشوارع. وهي الشوارع تنجب البسطاء مثلي، تنجب الأحلام في صدر المشاة، كل الوجوه هناك وجهي. بعض ما قالته صاحبة الجديلة كان مني، قصتي هي قصة الرجل الذي يمشي وحيدا، قصة الجارات ينسجن الحكايا عن بلاد القدس، عن ذاك الغريب، وصار جزءا من زقاق الحي من تين الطريق، وصار جزءا حين لا يبدو غريبا للتراب. قصة التلميذ يسرع ثم يلتقط الدفاتر بعد بعثرة المشاعر، ثم يمضي شاعر مثلي تماما لا يجالسه أحد، شاعر لا زال يبحث في القصيدة عنه مثلي لا يجالسه أحد، وأراه يشبهني تماما حين يسمع صوت شاحنة الطحين وصوت ما التهم القطار من المسافات البعيدة. ثم يأتي بائع الكعكات يختصر القصيدة بالنداء، عمان تدنو الشمس منها والمنازل تستحم من الليالي، والمطر تتحرر الأنوار من أضوائها تمضي لميقات جديد من جديد، ومدينة البن الذي تشتمه الطرقات يلثم ماءه ويراقص النيران أيضا، ومدينة الوجه الجميل الآن تبدو بعد أن مدت يديها كي أقبلها وأمضي في صباح اليوم أمي، بعد هذا الليل أجمل، بعد هذا الغيث أجمل. أنت الله يسلمك، أنت أجمل، الله يسلمك العافية، الله يسلمك. بدي أسمعك صوت الواحد أشوف تعرفه ولا لا. مرهف. ألو ألو، تعرفه؟ فقراني بس حيا قرية قاعد هالسحر. طيب يلا بدنا بدقيقتين يا أبو محمد، بدقيقتين البرنامج خلص. شو بدك؟ ودبيع حستي ليك في الدخان. شو خلص العاد، أنا اشتريت دنابة وبدنا نسوي معمل زقوقة. شو رأيك بالمشاريع اللي فاتحها مصلح؟ يا رجل هذا كان عنده مشاريع وكان عنده محامي لمعاوني وما عارف ايش وشركة زقوقة وشركات وما شاء الله عنه، نازل يقول لنا ما تردوا انا ما عندي. شو رايك انت قريب منه، شو رايك انت؟ والله يا سيدي انا بتذكر ايام ما كان يوقف مع ذهني في المطعم يلف سندويشات فلافل مشان ياكل وهو طالب في الجامعه، ما شاء الله، وصار في ذراعه ومن تعبه ومن جبينه وشهادتي فيه انا مجروحه مصلح، لانه مصلح حبيبي. شو بدي يقول الحبيب عن حبيبه؟ الله يا الله، مصلح رجل، نعم، مصلح ابن وطن، يقول مصلح جيعان، مصلح جيعان حب وعشق في الوطن، مو من الحبترية هذولاك اللي جايين برستيج. هو حكى لك في بداية الحلقة وقال لك أنا راتبي 20,000 في قطر وجيت مع ناس وإجا بدي يخدم، ما بجا بدي يلم مصاري. في ناس أما المصيب اللي دفع 3 مليون و4 مليون مشان يصير نائب، هذا ليش جاي؟ هذا جاي بده يسره. مصلح الحملة لما صارت الحملة الانتخابية ما سوى لها ميزانية ولا حدا بحساب. كانوا الطرابل الكراكيلي يدفعوا مصاري للحملة. أنا جاهد على الكلام هذا وهو يقول لي كذاب كان. لا والله أنك صادق. حشاك يا أبو محمد. هذا دين في رقبتي والله يا أبو محمد. مو دين في رقبتك، هذا الدين احنا اخذناه سداد الدين شفناه في المجلس يا ابو محمد. الله يسعدك يا اخوي، الله يسعدك. سداد الدين شفناه في رجل يوم بوقف وبيحكي، ما حطينا في واحد هامل واللي اعطيته 20 ليرة مشان نصوت فيه ونوكر ورمات. اتمنى من الشعب الاردني كله، سالي للشعب الاردني كله، نعم، لما تختار اختار رجل يمثلك، لانه انت اللي بتوكلها ال50 ليرة بروح انت، راح عشوه. طيب
طيب يا ابو محمد ما بكفي عليك هيك؟ خلصنا يا معلم خلصنا بدنا نروح. انا والله عرقي مرقي زي ما بيقولوا. بالله عندك اي ملاحظه بدك تحكيها؟ والله يعني شوف هو بجوز ابو محمد دائما بيحكي وفي ناس بيقول لك انه ليش انت بتقول عن تاريخ مصلح. انا انا ما بزعل من تاريخي يعني. انا الحمد لله رب العالمين. انا لما طلعت نتائج التوجيه طلعت نتائجي وانا مع الحلال مع الغنم ما شاء الله. ولا يفكر يعني غنم كثير يعني. انا حظ ابوي الله يرحمه كان لغايه 20 انعجي وال21 تموت ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. تربيت في عائلة فقيرة ولكن عائلة مبسوطة وكريمة وعزيزة نفس. وبتذكر أنا لما كنت في الجامعة كنت أشتغل مشان أطلع مصروفي في الجامعة. حتى في فصل الصيف ما كنت أخذ صيف وأروح أشتغل في معطوبرجي أخذ 5 ليرات باليوم مشان أصرف على حالي في السنة التالية. وهذا الحمد لله فخر لي. الحمد لله. الحمد لله وما بخجل يعني من هذا الشيء. والله انا اتمنى لك الى حضرتك اتمنى لي يعني انا جدي بدك يعني انت كويس وكويس ضلك. انا بدي اتمنى لك انه انا يعني ان شاء الله يعني يكون برنامجك دائما في العالم. الله يسعدك يا رب. تسلم. وأتمنى وانا فعلا اعتذر من انا اشكرك على الاستضافه من الناس لاني انا تعبان عن جد وبعدين حاولت اظلم ناسك. الله يسعدك. بشكر ضيف الشرف مظهر عاصف واشكر الدكتور البروفيسور الطوبرجي مصلح الطراونه. شكرا. باي الاربعاء الجاي اقطع.